أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. خديجة الصديقي تعلن تدور الحالة الصحية لزوجها، إليكم التفاصيل. في تدوينة مؤثرة أعلنت التيك توكر المغربية خديجة الصديقي عن تدهور الحالة الصحية لزوجها هشام الذي يصارع مرض السرطان، وكشفت عن دخوله في حالة غيبوبة ونقله إلى غرفة الإنعاش مرة أخرى. وسردت خديجة في التدوينة التي نشرتها على حسابها الشخصي في الانستغرام معاناتها ومعاناة زوجها المستمرة، موضحة أن الأطباء اضطروا مجددا لتغيير الدواء لأن جسم هشام لم يعد يستجيب للعلاج. وكتبت كذلك: عاود تاني الإنعاش، عاود تاني هاد الصوت، عاود تاني نفس الجملة. واش عارفة بالخطورة ديال حالة زوج ديالك؟ راه ما بين الحياة والموت. عاود تاني هشام مغيب، كنتسنى غير امتى يحل عينيه ويشوف فيا. عاود تاني راه بدلنا الدواء حيت هشام ما كيستجبش، وكل خيوط وكل تيوات. كما طلبت خديجة الصديقي من متابعيها الدعاء لها بالصبر ولزوجها ولجميع مرضى السرطان بالشفاء العاجل والتغلب على هذا المرض الخبيث. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.